صباح الخير مشاهدينا ميد ان لبنان. صار وقتها هلا ضيف جديد واغراض جديد رح نتعرف عليهم مع كريستين ابي راشد اليوم، ورح تخبرنا عن سي 3 سيستر شوب. كريستين عم تعمل اشياء كثير حلوه كلها هاند ميد، رسم على اشياء كثير حلوه وكرييتيف، رح نتعرف عليها هلا ونتعرف اكثر على سي 3 سيستر شوب. هاي كريستين. هاي، كيفك اليوم؟ الحمد لله منيحه. عندك هوايه الرسم وبترسمي كثير حلو ودارسه رسم كمان، مش بس هوايه، يعني هوايتك طورتيها لتصير مهنه وعم تعملي اشياء كثير حلوه وعم ترسمي رسمات رائعين. حتخبرينا اليوم شو عم تعملي وكيف بلشتي وليه سي 3 سيستر شوب، كمان بدي اعرف هذا الاسم من وين اجى. خبريني اكثر كريستين. سي 3 لانه نحن ثلاث اخوه، بنبلش بالسي اسامينا، كريستين انا، كارولين وكارين. كنا من نحن وصغار نحن بنكون في عنا محل نبيع فيه هيك اخبار وهيك، بقى بنكبر وبتخلص ما بيخلص الحلم، بتتوفى اختي بكانسر وبقرر اعمل هالمحل هيك اوماج لها، سميته سي 3 اسامينا كلنا سوا. وهو اتس ورك شوب بنعمل فيه كثير قصص، جيفت ايتمز لا كلها هاند ميد اند كاستمايزد ضروري، وبكون كل شيء له قصه، يعني مثلا ما في شيء ما له قصه، حتى انه مش موجود اشياء مش موجوده عاده بتلاقيها بالسوق. مثلا تنقول سكتش بوك هيدا انا لانه انا برسم. هلا بنشوفه بنرجع بنشوفه، بس قبل بدي اعرف اكثر، ثلاثتكم بترسموا؟ لا انا بس برسم. انت بترسمي وكمان هن عندهم باك جراوند ارتستيك مثلك، يعني هلا بحبوا الفن بس منهم شوي بزنس اكثر. انا بس الفنانة. انت الارتستيك، انت الفن والرسم والالوان اللي هو احلى شيء، يعني لك زمان انت بترسمي كريستين مش انا جديد لي زمان برسم، بس هيدا الورك شوب انه فاتحينه من 2007. اوكي، يعني من بعد ما صارت الحادثه معكم رجعتي انت حبيتي تفتحي هذا الشوب. صح. وقلعتي فيه واكيد عم تاخذي فيدباك كثير حلو، لانه انا شفت شوي الاغراض وهلا حنفرجيهم للمشاهدين. عم تعملي اشياء كثير حلوه وفيري كرييتيف. هلا مين اللي انا عم شوف عندي خشب؟ هلا مش ضروري خشب، بس هلا لانه بقدر احمله جبته معي هلا. بس انا عاده بحب اشتغل بالخشب لانه بحسه ماتيار كثير دافيه وبتعطي قيمه، ونفس الوقت فيك تخليها عندك كل الوقت، يعني ما في شيء ما بيضيع فيها. مزبوط مزبوط. وعم تعملي كله ربط، كل شيء بترسمي عليه انت. صح. في صح. كذا نوع من الرسم، يعني هلا عم نشوف، هلا رح تفسري لي كمان اكثر، في مش نوع واحد، مش ما بترسمي بس بانتور، يمكن بترسمي بكذا طريقه. صح. يمكن بالبانتور بالخشب قلم رصاص، يعني في كثير اشياء. بدك نبلش نشوف هيك لنفهم اكثر عن شو عم نحكي. انت نقي كريستين شو على بالك لما مثلا بدي اخبرك عن تنقول البورتري نوت بوك. في كثير بيسالوني بدهم يعملوا كادو لحدا، بحطوا مثلا بنبعث لهم كادو مثل هيدا مع صورتهم عليها كاستمايزد، تكون عم تطلع كثير كثير حلوه. هلا اذا بتشوفوا بالصور كمان ترسمي بورتريات؟ ايه اكيد. يعني هيدا انت رسمتيه، هيدي فيروز. فيروز لكل المحبين اكيد، الكل بحب الست فيروز. فيروز هيدي انا بحبها كثير كمان. ايه خبروني انه انت عندك حب كثير كبير لها. هيدي انت رسمتيها، اخذتيها من صوره ورسمتيها وعامله شو؟ عامله ايه اكيد. دفتر. وهذا الحلو الدفتر انه فيك ترجعي تعبيه ما بيخلص. اوكي اوكي. سو الفكره كثير حلوه انه رسمه فيروز برا اول صفحه، حتى القصه تبع فيروز، قصه الكتاب ليش عم نقيت هيك اعملها. أوكي. قصه الكتاب وورا بيكون نوت بوك، واحد يحط كل شيء على باله يكتب عليه. صح. وفيك تعملي انت رسمه الشخص البورتريه اللي بده اياه، بيبعثوا لك الصوره وبترسميها. اكزاكتلي. اوكي، هو اللي بخصوص النوت بوك، بس في كذا نوت بوك في عندك. لانه كنت مره عندنا معرض بجبير، فحبيت اعمل شيء اوماج للبنان. فكثير انا الارزه بتعني لي والعلم وكل هالاخبار، فعملت هدول لقوا كثير الناس حبتهم. الكتب اللي مثل هاي كلهم اول صفحه مكتوب عليهم شيء؟ ايه كلهم عليهم قصه كيف بلشت الخبريه. وفي عندي مثلا هيدا كمان ريسيبي بوك مع الرسمه تبعولها هيدي، ومع بقلبها في الريسيبي شيت بالاول بجوا. هذا للعالم اللي بيحبوا الطبخ والعالم اللي بيحضروا كمان فقره كوكينج معنا. صح. مع دلال صار عندكم اذا بدكم تشوفوا هذا الكتاب جوا لك شو مهضوم، انكتب الاسم ريسيبي بوك بيلونجز تو مع اسم الشخص، وجوا مقسم بطريقه ينكتبوا الانجريدينتس مع نوت مع الستبس كيف بتصير الطبخه، وكله هيك يعني فيك تزيدي بعدين، فيك تزيدي اذا خلصوا هول الاوراق فيك ترجعي تزيدي. رح ناخذ وقفه مشاهدينا وبنرجع نكمل بميدان لبنان.
ومكملين بميدان لبنان ومع كريستين اللي عم تخبرنا عن سي 3 سيستر شوب، وكنا عم نشوف هالبوكلتس اذا بدنا نقول عنهم الخشب اللي كثير حلوين. بدي اسال كريستين، انا هذا اللي عليه بابيون هون كثير حلو، مثلا هون غير هيدا اوكي شفنا انك رسمتيهم، هيدا شو؟ كمان رسم، هيدا كمان رسم مرسوم بالريزين. بالريزين يعني كل انواع البينتينج يعني كل ميديوم في تستعمليها بيستعملوا. اوكي كثير حلو، اميزنج ثينجز ويل هابن اكيد. وهون القصه، واكيد هو نوت بوك، يعني الشخص بيقول لك هو شو على باله ينعمل، اذا بريزين ولا ببينتور ولا بخشب ولا شو ما كان. هول بخصوص الكتب، في منهم كبار، في منهم في حد هون، في صغير كمان. هول صغار، هاي كيفك صح، هاي كيفك صبا. هيدا الجملة المعروفين نحن فيها بلبنان كتير حلوة. هذا كمان فيهم كلهم يكونوا جيفتس كتير حلوين. واحد إذا عنده أفكار أو عنده شيء بحب هيك يحطه بالساك، يكتب عليه يمكن ايدياز أو يكتب عليه شو اللي بمكان يكون، كمان كتير حلوين وفكرة مميزة لأنه شكلهم مميز من الخشب. هيدا بخصوص البوكلتس. شو عنا كمان؟ شو بتعمل أساس؟ في عنا كمان مثلا بيجينا أوقات ناس بيقولوا لي مثلا عنا كدولة مثلا ببيت، أقول شو بدنا نعمل؟ بقى في عندي أنا مثلا ابن خيي عمره سنة ونص، بدي أعلمه الأحرف الأرقام، عملت له هيدول الأرقام من واحد للتسعة. نشوف خلينا نفرجيهم. أوكي هول للأولاد، واكيد ما تتخيلي قد اتعلم بسرعه الالوان والارقام. اكيد لانه شكلهم حلو والوانهم حلوه، وايه بيقدروا يكونوا اكيد كادو لولد صغير ليقدر. وبيجوا بقلب هذا الساك كمان معمول بالايد وهيك ومطرز بالايد، كل شيء معمول على الايد. صح، كل شيء انت عملتيه من اول للاخر على مرسوم على الايد. في قدامك اللي مطرح محط الاقلام، هيدي باليت للباليت شلتها من الباليت، بقى رسمت عليها البيتل من قدام ومن ورا. يعني لك شو مهضومه، حتى 10,452 على اوكي لبنان. عندك حب للبنان كبير مبين واضح كريستين، لانه على طول في تاتش لبنانيه، يعني الارز اللبنانيه، العلم اللبناني، فيروز، يعني كله هيك بنحس انه عندك اشياء تاتش لبنانيه. هلا اكيد انت ما قدرت تجيبي كل الاغراض معك، بس يعني في هول اللي حد هول شو بوست كارد، هو بوست كارد فيك في عملنا منه لكل لكل المناسبات، لعيد الام، لعيد الكريسماس. الحلو انه فيك تكتب عليهم من وقفه وتبعتيها للناس، هذا والناس بيبقى بخلوها عندهم. كثير مهضومين وكثير فكره مميزه، والخشب بيضل الورق بالاخر بوست كارد بتحسي بينكب بالجرور، يمكن بننسى. صح، وهي مرسومه بالايد يعني حتى بتنحط ديكوريشن، يعني واحد فيك تعطيها جيفت وبتنحط ديكوريشن بينكتب عليها ورق، كمان كثير مهضومه. رح نشوف هلا اللي هون وبنرجع بنشوف شو عندنا شويه صور. هيدا شو؟ هيدا كوستر بتحط عليه فنجان قهوه. كنا كمان معرض بجبان وحبيت اعمل شيء ل جبان، وخصوصا كان الموضوع فينيقية، فبقى مكتوب هون بالفينيقي على على التايب رايتر. وهول الكاسيتات، كاسيتات كمان نستعملهم نستعملهم كوستر، تحط الفنجان قهوه عليه وحط عليهم اسامي اغاني لفيروز كمان. حلوين كثير وهيك فيهم شغل، يعني مش انه بتعملي لوجو، فيهم فكره. مزبوط، على كل ورق بكل شغله في فكره وفي طريقه هيك عملتيها انت لقلك سبيشال سيجنتشر تبعك. الحلو كثير هولي هولي شو سوبلا، هو سوبلا في منهم كل القياسات، بس هلا ما عادش عندي لها هولي. اوكي بتحطيهم في كل الالوان، فينا نستعمل كل الالوان، ما مستعمله فيهم الخيطان مع الخشب. اوكي يعني حتى مش بس الرسم كريستين، انت بتعملي اشياء هاند كرافت، يعني انت بتشتغلي قصص مانيوال بشغل ايد، مش ضروري بس بتخلي تهدو تساعد الفكره اللي بدنا اياها. اوكي اذا حدا بده يرسم على السوبلا، يمكن في اشخاص بتحب تكتب او ترسم كمان فيك. اوكي هيدا شو هون؟ هيدا للتليفون موبايل، محطة عملتها لأنه كان وقتها مقطوع على البنزين، شارج التليفون هو حاططه على هيدا. هيدا هلا هلا كمان في كثير ناس قالوا عملت لهم اشياء كاستمايز، اشياء بيطالبينها منها، هلا بنشوفها بالصور اللي حطيتهم باليو اس بي. هيدا إذا حدا قاعد على مكتبه بده يحطها، مشكلة حتى بيبقى في ناس بيقولوا لي اكتبي لنا اسمنا عليهم، نكتب اسم عليهم. بتحس العالم عم بتحب هذه الأشياء؟ أكيد إيه، بحبوا كثير قصص، خصوصا لانه كل حدا بيوصل له هيك دوما عنا بحس حاله بكريسماس حتى لو ما كان كريسماس. اكيد لانه حلوين وكلهم كاستمايز. هلا عم بيقطع معنا صور للاشياء اكيد ما قدرت تجيبيهم معك، بس اكيد بتعمليهم. هيدي كمان كاستمايز حتى الالوان مع اللي كانوا طالبينه،
هلا بنشوف الكوسترز كمان. حلوه كثير هاي كوسترز معه كمان. هول اللي حطيتيهم عليها كوسترز. هيدا كمان صينيه بس غير الوان حسب ما انطلب مني يعني وقتها. اوكي هي كمان حلوين الصواني. هيدا مثلا سوفينير كان ل اول قرباني. حتى هيدا كاستمايز يعني اخذت السيلوات تبع الولد وعملتها هي ذاتها بتيجي لامب ونفس الوقت بنحط مثلا هيدا كيف عملت هذا الهولدر تبع التليفون اللي قبل انت بتعمليها كلها هي برسم الرسمه وبقصها ليزر وبرجع بركبها. شغلك دقيق كثير يا كريستين بس عن جد دقيق وحلو يعني دقيق بطريقه رائعه وبجرب اعمل افكار مش موجوده اوريدي بالسوق يعني. هلا الكلب اللي قطع معنا بهذا هولدر كمان للتليفون كمان انت رسمتيه؟ ايه اوكي. هيدا مثلا مش نوت بوك هيدا اجندا بقلبه كان في كل انواع الوراق مشان البلانينج كان الداي ان المانث ولا ويك. هيدا اتس لايتنج انا كمان اخترعته خشب ومع بلكسي وضوء. هلا بتشوفوه من كل الميلات كثير مهضوم. هذا الاحمر اللي معلق فيه ايه معلق فيه مش انه حتى باك جراوند ديكوريشن اسمها دروب لامب. ايه حلوه اندستريال ستايل تبعه كثير دارج اصلا اندستريال. هيدا المنوج من قدام. اوكي فلكسي هي بلكسي من قدام فلكسي ورسخ وخشب والوان. كريستين بعقد الاغراض كثير حلوين يعطيك الف عافيه. فكره كثير حلوه وجديده لكل الاشخاص اللي حبوا الاغراض رح يفوتوا على C3 سيستر شوب على انستغرام بتتواصلوا مع كريستين بتسالوها اللي بدكم اياه بتعملوا الاوردر اللي بدكم اياه واكيد هي بتساعدكم. هذا كانت فقره معدن لبنان ان شاء الله تكونوا حبيتوا الاغراض. رح نروح فاصل وبنرجع بنكمل بام تي في لايف.